قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. فالبعض عنده اعتقاد خاطئ أن الرياضة فقط للسمين، النحيف ما له رياضة، وهذا خطأ. الرياضة لكل الأجسام، سواء كان طويل أم قصير أم سمين أم نحيف. أيضا أفضل الرياضة رياضة اللسان، لازم يكون لساننا على مخارج الحروف الصحيحة. جميل. مثلا حرف الراء البعض يضغط كأنه ينطق قاف أو غين. فهذه رياضة اللسان، إني أخرج الحرف من مخرجه، نحاول كلامنا العادي إني نخرج المخرج الصحيح. جميل. حتى نتقن قراءة القرآن كما أنزلها، كما قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب بعض الناس يكون عندها لدغة، يعني ذكرتي حرف الراء، بعضه يكون عنده لدغة ما يقدر أصلا يقوله، هذا طبعا بعيد عن هالكلام صح؟ نعم، بس بعد التدريب أنا كنت أنطق الراء خطأ. جميل. بس مع التدريب ضبط، لأني عرفت من وين يخرج أساسا. حلو، ويكون لها تدريبات طرف اللسان بالحنك الأعلى. جميل جدا يا لمار، ما شاء الله مشاركة متميزة جدا. قلنا اليوم عن الرياضة، رياضية ولا ما أنت رياضية؟ إيوه رياضية. حلو، أكيد في أنواع معينة من الرياضة يعني في البيت مثلا تمارسينها أو كذا صح؟ إيوه. وش هي؟ أهم شيء عندي المشي. جميل، حلو. والسباحة. جميل. المشي والسباحة، طيب المشي رياضة، الناس كلها تمشي، كذا قاعدين يسوون رياضة؟ المشي ساعة كافية. أها، تمشي وقت معين وبسرعة محددة شوي، سريع شوي صح؟ ايوه. احسنتي يا لين. طيب وش فوائد الرياضه؟ ليش تسوين كذا؟ تعطي الجسم الطاقه. جميل، تعطي الجسم الطاقه. جميل، وتخليه نشيط صح؟ وتساعد الجهاز الهضمي. حلو، تساعد الجهاز الهضمي بعد. طيب اللي يمارسون الرياضه بس كذا المتينين شوي ولا اي واحد ممكن يمارس الرياضه؟ اي واحد. من فوائد الرياضه تحسين البشرة وتحسين الأداء العقلي. جميل. وتخفض من ضغط الدم. حلو. وتقلل من الاكتئاب وتساعد على النوم وتقلل الإصابة بالسكري وكذلك الوزن. وكذلك تقلل الوزن، أحسنتي يا عبد الرحمن، يعطيك العافية عبد الرحمن على هالمشاركة المتميزة، شكرا جزيلا لك يا عبد الرحمن. شو الرياضة كذا اللي تحب تمارسها دائما؟ المشي. رياضة المشي. المشي. المشي رياضة؟ اي نعم. سهل. طيب سهل، اخبر الرياضة كذا لازم صعب كذا وتروح البيت متكسر كذا ما يمديك تتحرك ولا تاكل ولا تكلم احد. ها؟ في بعض الرياضات هي لها صنع مخصص، يعني مثلا تمرين يشيل الوزن بس انا احب الشيء السهل. حلو، يعني المشي او الرياضه عموما مو لازم تكون صعبه كذا صح؟ ممكن تكون اشياء سهله شوي. اي حلو، طيب المشي كيف امارس رياضه المشي؟ وش اسوي؟ يعني امشي يوميا نص ساعه. حلو. يعني بمزمار او في شارع او في اي مكان. جميل، ومشي يكون سريع شوي صح؟ ما هو بكذا قاعد. اي يعني او في ايام تطور الان اصبحوا يمشون رياضه في البيت في السري او السير. حلو، ممكن يعني نأدي الرياضه حتى رياضه المشي في البيت صح؟ ايه. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.